أحس ملحوظ طرأ على الحالة الصحية للرئيس جلال طالباني حسب ما تؤكد التقارير والفحوصات الطبية الأخيرة. جميع الأطراف تؤكد هذا التطور. وزارة الصحة من جانبها أشارت إلى أن التقارير الطبية التي أجراها فريقان طبيان من ألمانيا وإيران أشارت إلى ضرورة الاستمرار في العلاج المعتمد سيما بعد التحسن في حالته الصحية. أثبتت هذه الفحوصات استقرار وتحسن الحالة الصحية لفخامته. كما أحب أن أذكر أن بعض الفرق الطبية الخارجية العالمية قد زارت فخامة الرئيس وقامت بمناقشة تفاصيل العلاج مع الفريق الطبي المشكل في دائرة مدينة الطب. هذه الفرق جميعا حقيقة أيدت وكانت رؤاها متطابقة حقيقة مع رؤى الفريق العراقي المشكل. ويبدو أن تدهور الحالة الصحية للرئيس أصبحت أسبابها مثار جدل بين القوى السياسية، حيث يرى التحالف الكردستاني أن صحة طالباني تأثرت نتيجة للجهود التي بذلها لاحتواء الأزمة، فيما يرى ائتلاف دولة القانون عكس ذلك. بذل جهود كبيرة، وهناك كان حالة من العمل المستمر الدؤوب من قبل السيد رئيس الجمهورية، وأخيرا دفع صحته للإرهاق للتعب وتعرض لهذا العارض الطبي. حالة الأستاذ جلال الطالباني معروفة حالته الصحية من فترة سابقة، يعني أكو بعض التدهور في حالته الصحية نتيجة كبر السن والأمراض التي يعاني منها. لا أعتقد أنه للجهد السياسي أثر. كما دعت أطراف سياسية أخرى إلى ضرورة احترام التهدئة السياسية التي دعا إليها طالباني واعتماد الحوار والدستور سبيلا لحل الأزمة السياسية. فخامة رئيس الجمهورية حقيقة رجل، يعني كان أستطيع أن أقول هو رجل حلول، والكثير من المبادرات حلت أزمات كبيرة في العراق، وحقيقة خسارة كبيرة للعراق فقدان هذا الرجل العظيم الذي حقيقة غلب المصلحة العامة على مصالح ضيقة. وبالمقابل تجد أنه أقرب سياسيين له لا تصريحاته متشنجة وغير مسؤولة. حسام الحاج، الحرة، بغداد.